تعود المتابعة والتسديد من غلاس المدافع يخرج الكرة. شيروتو ملعوبة الكرة. الأول في مرمى منتخب النيجر والأول للمنتخب الجزائري. يا سلام على المنتخب الجزائري كديورة. وافتتاح باب التسجيل في المباراة الودية أمام النيجر. سنشاهد كيف كان الجزائري فوق مدرجات ملعب مصطفى شكال. ها هي أمامكم، شاهدوا معنا الأولى. المدافع كانت من بوزيد، المدافع في المكان المناسب. بعد ذلك القديورة والمدافع في مرمى. في الأولى كانت صحيحة، في الثانية الإبعاد، وفي المدافع ثم بعد ذلك في مرمى الحارس داودا كاسالي.